في البداية تحياتي لحضرتك وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. واقع الأمر أن الإدارة الأمريكية حاليا هي تسعى بكل الطرق لإعادة التفاوض مرة أخرى مع طهران، ولكن السياق الحالي هو ما يدفع الدول الأوروبية، ما يدفع واشنطن باتجاه ضرورة التوصل لاتفاق مع طهران. لكن التعنت الأمريكي بعدم تقديم مزيد من من الشروط تجاه طهران هو ما يجعل الولايات المتحدة يعني ترفض بعض المطالب الإيرانية، مثل رفض أو رفع الحرس الصيني على قائمة العقوبات. وكان الأمر يقول أن السياق الحالي يعني يقول أن ضرورة التواصل مع طهران لاتفاق من أجل مواجهة روسيا في البداية، ثم توحيد الموقف الغربي باتجاه الحرب الروسية الأوكرانية. أستاذ محمود، يعني أنت تحدثت عن مطالب لإيران وهي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، أيضا ويعني أمور أخرى كإزالة العقوبات المفروضة عليها. اليوم هي هذه الأسباب كانت يعني كافية لعرقلة المفاوضات وتوقفها. أيضا واشنطن تقول لا يمكن مناقشة هذا الملف بتاتا في المفاوضات. اليوم ما النفق الذي يسير فيه الاتفاق اليوم من وجهة نظرك؟ النفق الذي يسير فيه الاتفاق خلال هذه الأيام هو محاولة يعني مراجعة خطة العمل الشاملة بين الطرفين، ومحاولة يعني تثبيت أو تعليق بعض البنود التي يحدث عليها خلاف حتى يتسنى لها أي مخرج خلال الأيام المقبلة. لكن في توقع يعني في منظوري أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مع تعليق بعض البنود التي يحدث عليها خلاف، حتى لا يكون هناك عرقلة أمام التوصل لحل شامل أو التوصل لاتفاق شامل بين الطرفين. أستاذ هناك محمود، يمكن أن يتم التوصل للاتفاق لكن بتعليق بعض الأمور داخل الاتفاق نفسه. إيران قالت أيضا أنها تنتظر رد من الولايات المتحدة على الحلول التي تمت مناقشتها طبعا مع مفوض الاتحاد الأوروبي ريكي مورا. ما توقعاتك لما ستحمله جعبة واشنطن المنتظرة؟ في توقعي يعني كما قلت لحضرتك في البداية، طهران يعني واشنطن يهمها التوصل لاتفاق، وهي تدفع بشكل غير مباشر باريس ل يعني زحزحة هذا الاتفاق والضغط على طهران للتوصل لاتفاق. لكن يعني الطرف الإيراني يعني شبه يعني يعلم يعني شبه يعني هو متفهم الوضع حاليا، ويعلم أن واشنطن في وضع ضغط وفي موقف لا تفسد عليه، وبالتالي هو يعني يصر على موقفه أكثر برفع الحرس الثوري من على قائمة العقوبات، ويفرض بعض الشروط التي يحدث عليها خلاف أثناء التفاوض. أشكرك ضيفي من القاهرة أستاذ محمود أبو حوش، باحث في العلاقات الدولية، شكرا لك على هذه التفاصيل.